100 ممكن تبقى 125 او 95 تبقى 120. اول اتنين عمرو وهنا. هنا وعمرو اتفضل وهنشوف الهدف الاول لمين. السؤال الاول معلومات عامه. ترأس الامام محمد متولي الشعراوي بعثة التعريب الأزهرية المتجهة لإحدى دول شمال إفريقيا عام 1963، فما هي؟ موريتانيا. موريتانيا إجابة خاطئة. أشرف على وضع مناهج دراسية جديدة للغة العربية وساعد الحكومة في التخلص من آثار الاستعمار. مش هقول لك استعمار إيه طبعا. إجابتك المغرب. دوس على البازر. المغرب. محمود طه مالك عايز تقول ايه؟ جزائر. طبعا الجزائر. إجابة خاطئة. طبعا الجزائر. تفضلوا محمد ويوسف. يوسف ومحمد لسه ما عندناش أهداف. السؤال التاني الرياضة. ما هو أول فريق أوروبا يحقق وصافة كأس العالم للأندية لكرة القدم عام 2005؟ تشيلسي. تشيلسي إجابة خاطئة. خسروا من ساو باولو البرازيلي 1-0 والبطولة دي كانت في اليابان. برشلونة. هو فريق إنجليزي طبعا. إجابة خاطئة. مين بقى؟ بالظبط كده ليفربول. السنة دي كسبوا ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا. السؤال الثالث عبد الله وهنا. هنا وعبد الله لسه ما عندناش أهداف. السؤال الثالث فنون. من قام بدور فريدة في الجزء الأول من مسلسل هبة رجل الغراب؟ إيمي سمير غانم. هو بطولة أمي سمير غانم بس مش هي اللي عملت دور فريدة. إجابة خاطئة. أنا كنت أقول لك أمي سمير غانم وحازم سمير وريم مصطفى وإنجي المقدم ومحمد سلام. أنا مين؟ مش كنت أقول ريم مصطفى. كانت الشخصية الشريرة ضد أمي سمير غانم ريهام حجاج. تفضلوا عمر ومحمود. مشكلة لأن السؤال ده هيتجاوب وب 25 نقطة. السؤال الرابع حل المسألة الآتية. 741 زائد 258 ناقص 693 يساوي كام؟ إجابتك 306. 306 اللي عرف الأول. 25 نقطة عمر التوهاني في آخر لحظة. النتيجة في نهاية الفقرة 125 جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية، الشهيد محمد مصطفى الجوهري المنصورة الدهلية 95.